إذن وللمزيد حول تداعيات الزلزال في الشمال السوري والجهود المبذولة لرفع أثار الزلزال عن الأهالي هناك، ينضم إلينا عبر سكايب من بلدة جنديرس مراسل قناة الرافدين في الشمال السوري مصطفى الخلف. مرحبا بكم مصطفى. نعم، مرحبا بك. يعني اليوم زلزال جديد يضرب أيضا نفس المناطق التي ضربها الزلزال الأول، هل من معلومات عن تأثيرات الزلزال اليوم؟ نعم زميلي، حتى الآن قالت فرق الدفاع المدني أن أكثر من 130 مدنيا أصيبوا جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل ساعتين تقريبا، قبل ساعتين ونصف في تمام أو في بعد الساعة 8 مساء. نحن شهدنا في المنطقة تصدعات للمناطق التي أو المبنية التي شهدت تصدعات خلال الزلزال الأول، انهارت في جنديرس وفي السوف وفي الملند في مناطق متفرقة، في الأتارب أيضا وفي مناطق متفرقة من ريفي إدلب وحلب في عموم شمال غرب سوريا. لم تنتهي فرق الدفاع المدني بعد من إزالة نقاط من إزالة أنقاض الزلزال الأول لتبدأ من جديد رحلة تعب ومعاناة جديدة ربما في هذه المنطقة. لكن كما قالت فرق الدفاع المدني لا إصابات كثيرة، على اعتبار أن الأحجار وبعض الأبنية التي حذرت أساسا الأهالي والسكان بعدم العودة إليها وعدم السكن فيها، لكن ما شاهدناه في الشوارع هي حالة الهلع والرعب بين المدنيين عقب المشاهد الفظيعة التي بثتها فرق الدفاع المدني والتي بثتها وسائل الإعلام، والتي كنا أيضا قد لعبنا دورا في عملية رصد إخراج الناجين من بين ركام المنازل، تأخر المساعدات الأممية، بقاء العوائل لأيام طويلة تحت الأنقاض، فرق الدفاع المدني بمعداتها البسيطة بقيت تعمل. كل هذه الأسباب دعت الأهالي فور حدوث الزلزال للنزول إلى الشوارع. إلى الآن الشوارع ممتلئة بالأهالي، من يمتلك سيارة، من يمتلك في الحدائق العامة على قارعة الطريق، الجميع ترك تحديدا الأبنية الطابقية العلوية ونزل إلى الشوارع في عموم إدلب وسرمدة والدانة وحتى في جنديرس وعفرين في عموم المدن والبلدات في شمال غرب سوريا. إذن يعني البلدات أو الأبنية التي يعني شبه تصدعت من الزلزال الأول، هل تم تقييمها بطريقة صحيحة حتى لا يعني يسبب سقوطها زلزال آخر كالذي حدث اليوم؟ نعم، خرجت بعض الفرق من الجهات المعنية بهذا الأمر في شمال غرب سوريا وحذرت الأهالي وقامت برصد الأضرار وتحديد الأضرار بدقة، وأيضا كانت معها دائما علامات تعلم وتؤشر هذه الأبنية، تؤشر على الجدران بأن بعدم سماح للأهالي بالعودة إليها، وأنها أساسا ستقوم هذه الجهات بهدم المنازل خوفا من عودة السكان إليها. طبعا الأهالي يضطرون في بعض المرات، بعض العوائل تضطر في بعض المرات إلى العودة إلى منزل تصدع نتيجة عدم وجود الخيام، نتيجة تأخر المساعدات الإنسانية، نتيجة إلى الآن ضعف المساعدات المقدمة للأهالي كون أعداد الأضرار كبيرة جدا، المساحة التي ضربها الزلزال والأبنية السكنية التي ضربها الزلزال كبيرة جدا، وبالتالي ربما يعودون إلى منازلهم. لكن التحذيرات بدأت منذ اليوم الأول، حاولت كل الجهات منع هؤلاء الناس من العودة إلى هذه المنازل التي تصدعت، ولكن يعني يبدو أن هناك حالات فردية عادوا دون في حال لم يجدوا مأوى، وفعلا هي انهارت مع هذه الهزة التي قيل بأنها سجلت 6.4 على مقياس ريختر. طيب أيضا يعني 14 يوما على مضي أو مضت على الزلزال الأول الأكبر في تاريخ سوريا والذي أوقع آلاف الضحايا، كيف تبدو جهود الإغاثة لغاية اليوم؟ وأضيفت اليوم هزة أرضية أخرى لا تقل شدتها عن الأول. نعم، تأخر المساعدات في الأيام الأولى، تأخر وصول الخيام، إفراغ المنظمات الإنسانية بما لديها من المستودعات هنا في شمال سوريا، عرقلت لربما دخول المساعدات، تأخر الأمم المتحدة عن إرسال المساعدات السريعة إلى هذه المنطقة، والتعامل مع قوات النظام التي حاولت بدورها أيضا أن تعرقل وصول المساعدات من خلالها إلى شمال غرب سوريا إلا وفق أسلوب المحاصصة. كل هذه العوامل أثرت
لربما تأخر المساعدات أيضا أثرت بازدياد الأعداد الكبيرة. بدأت المنظمات الإنسانية أو بدأت غير مسيطرة على كل هذه الأعداد. مراكز الإيواء التي أنشئت على عجل أصبحت لا يمكنها أن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة التي خرجت من المنازل من المدن والبلدات. نحن نتحدث فقط عن المنازل التي تضررت أو التي انهارت بشكل كامل، إنما حالة الهلع والرعب تدفع دائما بالأهالي بمزيد من الأهالي للخروج باتجاه الخيام، للخروج باتجاه البساتين والأراضي الزراعية. المساعدات في الأيام الأخيرة بدت جيدة، ودفق المساعدات من خلال معبر باب الهواء، المساعدات التي قدمت من العراق، من السعودية، من الدول العربية، وأيضا المساعدات الأممية التي تتجاوز تجاوزت 160 شاحنة دخلت عبر المعابر الحدودية مع تركيا. إلا أن بالنسبة للأعداد، أعداد المتضررين أعداد كبيرة جدا، ونحتاج إلى أضعاف المساعدات التي دخلت طيب إلى هذه المنطقة. وأنت الآن في بلدة جنديرس، هي أكثر بلدة سورية تضررت بالزلزال، يعني صف لنا الأوضاع من حيث نسب المباني التي تهدمت وجهود الإغاثة هناك ورفع آثار الزلزال المدمر. نعم، مدينة جندرس هي مدينة منكوبة كما أعلنها المجلس المحلي منذ اليوم الثاني على وقوع الزلزال. الموت في كل مكان، الدمار في كل مكان، رائحة الموت في كل شارع، في كل حي من هذه المدينة لربما ما تبقى منها. نتحدث عن أكثر من 360 مبنى دمر بشكل كامل. نتحدث عن مبنى طابقي، وهذا المبنى قد يحوي 4 إلى 5 إلى 10 شقق سكنية. نعم. لربما فتخيل الأعداد الكبيرة التي اضطرت إلى مغادرة هذه المدينة. الأضرار كبيرة حقيقة في مدينة جنديرس. الجميع فرق الدفاع المدني حتى اليوم، حتى قبل قليل، كانت تعمل على رفع الأنقاض وفتح الطرق الرئيسة في هذه المدينة بسبب الانهيارات الكبيرة التي شهدتها جل أحياء مدينة جنديرس. لربما 10% فقط من أبنية المدينة بقيت، وحتى وإن بقيت يعني لكنها تصدعت. وتحدثنا بأن اللجان والدفاع المدني لم يسمحوا للأهالي بالعودة إليها، وبالتالي المدينة منكوبة بشكل كامل وتبدو ليلا كمدينة أشباح في الحقيقة. ولكن 10% قليلة جدا، يعني 90% ربما تدمر من المدينة. طيب، تدمر أما دمارا كليا أو جزئيا. الدمار الجزئي أيضا نتحدث هنا، نعم، عن عدم عودة الناس، لا يصلح للسكن. نعم نعم نعم، هي غير طيب. صالحة. أيضا تركيا أعلنت وقف عمليات البحث والإنقاذ في الولايات المنكوبة، هل من قرار مماثل اتخذ في الشمال السوري؟ نعم، قالت فرق الدفاع المدني منذ اليوم الحادي عشر على وقوع الزلزال بأنها لم توقف عمليات البحث بشكل كامل، إنما قالت بأن احتمالية أو نسب الحصول على أو نسب الوصول لأهالي على قيد الحياة تحت الأنقاض ما تزال أو بدت شبه مستحيلة. لكن الفرق إلى الآن تعمل، كل ما الركام الذي ينقل من المباني المدمرة يكون هناك أيضا عناصر يعملون على البحث بين كتل الركام للبحث عن جثث أو للبحث عن أناس. لكن نعم، في الحقيقة انتهت عمليات الإنقاذ، والإحصاءات التي تحدثت عنها فرق الدفاع المدني مرشح للزيادة فقط بالنسبة للمشافي والمراكز الطبية التي ما تزال إلى الآن تغص بالجرحى والمصابين، وأضيف إليهم اليوم 130 أو قبل قليل 130 جريحا، لتزداد أيضا المأساة في المشافي، ولتزداد أيضا الضغوط على المشافي الميدانية التي استنفذت بشكل كامل واستنفذت كل طاقتها بشكل كامل، عدا عن الكوادر الطبية التي فقدتها المنطقة. نتحدث في مدينة حارم وحدها وأحد المشافي وحدها قمنا بزيارتها قبل يومين، قالوا بأن أكثر من 11 طبيبا وممرضا وفنيين قتلوا مع عائلاتهم في مدينة حارم في هذه المدينة وحدها. وأيضا القطاع الطبي تضرر بشكل كبير في الزلزال الأخير. طيب، أيضا كيف تبدو الجهود الأممية للإغاثة في سوريا في الشمال السوري بعد الجدل الذي أثير مؤخرا؟ ذكرت الآن هناك مساعدات جاءت من الدول العربية، لكن المساعدات الأممية ما هو مصيرها؟ المكتب الإعلامي لمعبر باب الهواء قال بأن تجاوزت أعداد الشاحنات 160 شاحنة دخلوا سوريا عبر المعابر الحدودية
مع تركيا، لكن هذه المساعدات تأخرت كثيرا ولا تحوي على المعدات التي كانت تطلبها فرقة الدفاع المدني منذ الأيام الأولى، إنما اقتصرت على المواد الغذائية، اقتصرت على بعض المواد الطبية القليلة في الحقيقة. شاهدنا جميعا رسائل الشعب السوري، الرسائل من يعيش في هذه المنطقة، كانوا يقولون منذ اليوم الرابع ومنذ اليوم الخامس عند تركهم وحدهم في هذه المنطقة مع الدفاع المدني بما يمتلك معدات بسيطة، قالوا بأن الأمم المتحدة حقيقة خذلت من يعيش في هذه المنطقة، والخذلان يبدو مستمرا حتى اليوم. يعني نحن نتحدث عن الفزعة التي أتت من دير الزور ومن المناطق من مناطق الجزيرة العربية، تجاوزت أعداد الشاحنات والسيارات أضعاف ما أرسلته الأمم المتحدة حتى الآن، ونتحدث أيضا عن فزعة أخرى لربما قادمة من دير الزور والرقم من المناطق الشرقية، مناطق شرق الفرات، أيضا ما أتى ما وصل من العراق ومن الدول العربية أتى بأضعاف ما أرسلته الأمم المتحدة، ولذلك الجميع يشكر كل الدول العربية هنا التي ساندت هذه المنطقة، ولكن الجميع يقول أيضا بأن الأمم المتحدة هي خذلت الأهالي الذين يتواجدون في شمال غرب سوريا. ولكن مصطفى، يعني حيال هذا الخذلان الذي يصفه مواطنون سوريا الأمم المتحدة يعني تهدد بكل من ينتقد أدائها في سوريا، وهي بهذا الأداء يعني. نعم هي هددت، وتحدث رائد الصالح مدير الدفاع المدني في سوريا عن تهديدها لهذه المنطقة، وقال أننا لن نتعامل أو لن نسكت عن خذلان الأمم المتحدة وإننا سنستمر، أيضا هذا ما قالته المنظمات الإنسانية العاملة، أيضا هذا ما قالته الفرق التطوعي هنا العامل على جمع التبرعات ومن يعمل وفق التنسيق مع باقي الجمعيات العربية من مختلف الدول العربية. حقيقة ما يزيد تصريحها إلا الازدياد الوقفات الاحتجاجية. طيب مصطفى، أيضا يعني سؤال أخير، يعني خبراء الزلازل قالوا أن هناك ممكن أن تكون هناك تبعات للزلزال الأول ولا تستقر المنطقة سريعا، هل هناك من تدابير يمكن أن تتخذ لتخفيف أثر الزلزال على المواطنين كالذي حدث اليوم مثلا؟ نعم، في الحقيقة نشرت فرق الدفاع المدني تحذيرات وكيف يمكن التعامل مع الزلازل، ولكن قد قلنا سابقا بأن المنطقة أساسا برمتها منكوبة، الناس تتعامل مع التدابير وفق ما تستطيع وفق ما تحتاج، لكن يعني لا يمكنهم الابتعاد كثيرا، لا يمكنهم خصوصا تحديدا أثناء هذه الساعات، في ساعات الليل نتحدث عن درجات حرارة تنخفض إلى ما دون الصفر، وبالتالي لا يمكن لهم البقاء خارج منازلهم والابتعاد عن الأبنية الطابقية. شكرا لك مصطفى الخلف، مراسل الرافدين في الشمال السوري، شكرا لك ويعطيك ألف عافية. شكرا.